يلا يا المتتبعين ديالنا، فهو ديالنا هما هادو. لالا ملكة الزمورية هي اللي مكلفة بالنصيب. اي دابا راه هنايا درنا هادو ربعة ديال الطيور دايرين سميتو الطعام بالدفاية، ايوا هنا دايرين اللحيمة، هنا دايرين اللحم هو مشرمل، هو عاد كيرديناه عندنا بنين ذبحو وما قطعونا اللحم، حنا عاد درناه راه ما عندوش الناس، وهادي راه كورونا هادي الانسان ما كيبغيش يبقى يعمر ديك البلعه ديال الناس، وحتى واحد ما كره يغوض على حبابه ويكونوا حبابه معاه، ولكن ساعات ولا الحمد لله خير. هاد المرض راه داير مسكين غير واحد جوج طبلات، الطبله ديالو هو وليداتو ولا ومسيبي وبنتي كيجينا عندو البالكون اللي كيعشى، هادشي اللي كاين راه ما عندوش مسكين الناس. وانتم كتشوفوا هذا هو الغدا ديالنا، غنتغداو وكنتمنوا ليه الله يخلف عليه ويكثر خيره، شاركنا معاه في هاد السويديقه والله يخلف على كل واحد اللي دار شي حاجه لوليداتو الله يخلف عليه. انتم يا المتتبعين عاونوا لالا ملكة الزمورية وعاونوا عبدو، راهم ديما مجموعين بجوج، راه فيما كان عبدو كتكون معاه ملكة وفيما كانت ملكة كيكون معاه عبدو. تبعوا هاد القنوات هادو وشجعوهم، راه كيعطيوكم ديما الجديد ان شاء الله يا ربي. امين. اليوم في الطبيعة ان شاء الله غادي نعطيوكم المزيد من الفيديوهات، شجعونا ودعمونا شوية، زيدوا بينا لقدام. الله يجعلهم ولكن كتبعوا تبارك الله غير شي حاجه اللي ما كتعطيكم حتى شي نتيجه، وحنا الناس ديال التبخ والناس اللي كيخرجوكم للباديه وكيعطيوكم داكشي ديال الفلاحه وكيوريو لكم داكشي ديال الفلاحه ويوريو لكم داكشي ديال التبخ، راه ما كتبعوهمش. زيدوا شويه وديروا لنا شي لايك حتى حنا بحالنا بحالهم، وحتى حنا دعمونا وما حدكم نتوما كدعمونا وكتزيدونا قدام، حنايا عاوتاني كنجتهدوا كنبغيو باش نعطيوكم شي حاجه زوينه ونوريو لكم الباديات، وكاين اللي كيبقى كيوري لكم هذا حرط، هذا الزيتون كيفاش كيتزبر، الدانية كيفاش كتزبر، الزرع كيفاش كيتغرس، كيفاش كيتدار الزيتون هكا. ما كتبغيوش المتتبعين ديروا لنا شويه ديال اللايك وحنوا قلبكم يتحل علينا شويه، حنا القنوات الصغار كاع هذوك القنوات الصغار زوروهم، ما كنقولوش ما كنعموش غير على القنوات ديالنا، كنعمو كاع على القنوات الصغار مساكن، كاع زوروهم شويه القنوات تبارك الله اللي مسك عليهم الله، حنا ما حسبناهمش الله يزيد بهم القدام، إذا كانوا شدوا الدرع الفضي نتمنى لهم حنا يشدوا الدرع الذهبي ويشدوا كاع الألماظي، ولكن حتى حنا بغيناكم تزيدونا حتى حنا القدام. وتحنا عندنا ما نعطيو وعندنا ما يشوفو الناس الشباب والبنات الصغارات والكبارات، خوتي خواتاتي زيدونا القدام، زيدونا القدام شويه، زيدونا حنا دابا بيكم باش كنا، إذا ما كنتوش نتوما حنا راه ما كاينينش، وتبارك الله عليكم. هانتوما خوتي خواتاتي هذه هي القصيعه ديالنا، ودرنا لهم طعم بالتفايا هي هذه، تاكلوها معنا بالصحه والهنا وطول العمر. وهو هذه هاد السويديقه اللي داير هاد السيد هذا الوليدو الله يكمل عليه، راكم شفتو ديك المريقه بالبرقوق دايرين الطاجين بالبرقوق ودار طعم بالتفايا، والله يوصلها لهم في الميزان المقبول ان شاء الله. يلا دابا خوتي خواتاتي هذا هو اسميتو المقا ديالنا اللي طيبنا معكم قبيلات، وريناها لكم، واخا ما ورينا لكمش المقادير، المهم اللي بغى المقادير راه يدخل القناه ويلقي المقادير ديال اللحم ديال الطاجين ديال اللحم. عندي ديال كيلو، عندي ديال جوج، عندي ديال 70 كيلو، عندي ديال 80 كيلو، واللي بغى شي حاجه مرحبا يدخل القناه ومرحبا و100 الف مرحبا. وانا كنسلم على فاطمه اللي كاينه في اسبانيا، وراه خلات ليا تعاليق زوينين تبارك الله في داك الفيديو اللي درت مع ماجده، وكاع المتتبعين ديال ماجده
تبارك الله عليكم، شكرا لكم داخل المغرب وخارج المغرب، والناس ديال ملكة الجمهورية داخل المغرب وخارج المغرب شكرا لكم، وتبارك الله عليكم وخليتوا لي واحد البصمة زوينة وتعاليق زوينين، شكرا لكم المتتبعين ماجدة المراكشية، شكرا لكم بزاف بزاف، كاع اللي دخل عندي من قناة ماجدة المراكشية، وتبارك الله عليكم. وكل شيء فيها تبارك الله. ودابا هاد هو كتبيع الملكة الجمهورية الكرشي. أييه أنا تنحي دي عاد حاجة زوينة باش غدا دير عليهم شي الحيمات. حيمات هما هادو. شي طويجين إن شاء الله. إن شاء الله أودي يا زهور. ويكون مبرع وتغدا هي ووليداتها وبنياتها. ربي يخليك أودي يا زهور واجي مرحبا بك. إن شاء الله. هاي هي زهور. هادي لا. شوفوا هذاك الشيء ديال زهور كتبان ليا بنت البادية. أنا راه بنت البادية واش كاين صحاب. ها تلقاو عارفة. يديمو معايا ما يديمو معايا كاع أنا. كتعرف أش كدير؟ مرا وقادة. ها شوف. هانت ها القليبات الزويونين هانتي ها. ها ديال الحيمات ما يلوحوا فيهم حتى حاجة. قالوا مرا وقادة تا كاينة. تا كاينة قادة. ديري خبزة مقادة. كقرب ليا. ها ديالك أنت هزي ديالك ها هو. هذاك شويه اللي حيت ليا انا تشدني انت وانا هزي يا ماما باش نشدك كتهضري عيشه دوز اختي حتى كنقول ها عندكم التليفون ديالي ها هو كاين محطوط هنا شنو هو؟ ها هو قدامكم محطوط ها انتم اخوتي خواتاتي الخرشف تبارك الله ها انتم هاد الفيرمه اللي كنجيو كنصورو فيها وتبارك الله فيرمه واش من فيرمه كل الخير فيها تبارك الله ايوا حنا كن مازال شويه الخرشف وشوفوا تبارك الله الشجر كيفاش داير وشوفوا الحفره دايره والفول وتبارك الله يا با حمويه شنو درتي ماشي ما عادش بابا خليك عطيك الولاد الوعد واه عندك الموس با حمو تبارك الله هذا العام اش تديري هذا فيه صباح حمو هذا العام تبارك الله في الفوق قبليين وغير هو تبارك الله في البلادات يعني عبد الخالق ولا عبد المنعم نبيع عليها نزيدو نحيدو خريش فات باش نديرو غدا الطويجين ديالنا عندك تقربي النحل تما رجعي رجعي الله يولدك كيف يبيع هذا الخرشف في بلدي ها خرشف في بلدي هذا شويه لهنا ونشوف حالنا يلا بركه نخليو المالي الفيرما شويه يلا بركه عبد الاله الله يلا قلبو وشاو ها مع روس وانتم يا المتتبعين حنا في هذه الفيرما هذه وهاد الضيعه وكنصوروا لكم ما هو جميل كتشوفوا معايا الطبيعه الدنيا كلها خضراء بفضل هاد الشتا اللي عطانا سيدي ربي ها انتما كتشوفوا اشجار الزيتون والدنيا ها انتما ابو حموز الزمره اشجار اللوز والزيتون وكل شيء مرا وقاده ودراعها شفت هذاك النهار نحمر لك الوجه والله والله الا عجبتيني والله الا عجبتيني هذاك النهار كي دخلتي والله الا عرفتي شي حمير ولا شي بهيم ولا شي حاجه في الجبل والله الا تلقانا باباها طلع من داك الشيء وعجبتني عرفتي كي دخلات كي ردات لك دوك السدادر والملامط وخلاتني غا كنشوف وخليوني خلاتني انا اللي راجل غا كنشوف ولا انا غنشوف فيها التراكس راه تعرف تا التراكس والتراكس راه شي خط التراكس اللي كتشطح انا راه ما كنشطحش انا كنخدم مع بدراعي هذيك كتشطح هاد السيده هادي اللي جبتي معاك السيده زهور والله الا كتعجبني ديما مبشوره وديما كتضحك ولكن حاجه باش كتعجبني ملكة الجمهوريه هي مرا بدراعها ها انت تشوفوا اخوتي خواتاتي في هاد الفيرمه هادي ها انتوما هيا زهور وعبد الله وداك الولد اللي مول هذا والراجل اللي كيشوي ها انت ها انتوما
خوتي خواتاتي وكان كان نديرو كنتمتعو نمتعوكم معنا حتى نتوما تبارك الله عليكم خوتي خواتاتي. ها نتوما هانتوما شوفي الديور تبارك الله في العروبية غزالين الناس تبارك الله اللي مسك عليهم الله ويديروا دويرات في العروبية وعلى الطريق ديال هذا في مدينة خميسات العروبية ديالها تحية المدينة الزهورية بارك الله فيك أودي يا زهور بارك الله فيك أودي يا زهور ربي يخليك يا زهور وراكي منوره لا انت لا تزيين الناس ديال تزيين راكي منوره تبارك الله من هنا حتى لتازا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي خاطر خويا عزيز بخاطر عزيز وبخاطر عبد الاله الناس ديال مريورين والناس ديال زمور مدينة خميسات تبارك الله على ملكة الزمورية الله يبارك فيك اودي عبد الاله ايوا سمحوا لينا رحنا هاكا شادين خديت مع هاد الفال وصافي راه ما عندنا بنادر ما عندنا شعار ايوا هذه هو جهدنا عليكم المشاهدين خرجنا هذا النهار وخرجتوا معنا وورينا لكم شويه الربيع وورينا لكم السبوع كيفاش كيدار ليه داك السيد جينا وعمرنا عليه مسكين حيت هو ما عندوش العائله هنا وعمرنا عليه وعمرنا عليه والله يخلف عليه حتى هو راك جا حتى هو دار بينا والله يعمر به ويعمر بالعائله ديالو الحمد لله اللهم لك الحمد والله يكمل عليه ويكمل على الوليد ديالو ودابا خوتي خواتاتي بسلامة عليكم فيديو اخر ان شاء الله